آداب قضاء الحاجة. نعم يا شنتبه تعطيك مسرعت. هذه الشريعة جاءت بكل خير. إني دين مركان بغن أجر هلا مطلنا. من آداب قضاء الحاجة. يا شنتبه تعطيك مسرعت وجه كمتاو. لابد وجوبا أن يستتر عن أعين الناس. كسوات إيتا مستر مجرد النبات. إما أن يدخل في هذه الحمامات يغلق الباب. أو يستتر عن الناس بسيارة بجدار بشجرة. ويم دم واشنت ليش أنا سوان ويبا مكنا ويبا جدا ويبا غنا نجار ويبا زغل الترال أو يبعد إذا كان في الصحراء لا يوجد شيء. ميدا كهونا هسو مراكنا يلبر. أما أن يبول أمام الناس هسو فيت صوتي يادو مشنات. هذا لا عقلا ولا شرعا. عمرو ما يتقبلون شريعا ما يتقبلون. وعيب نور. أن أهل الإسلام يصنع مثل أهل الكفر. يصح البول قائما بالشرطين. الأول ألا تنكشف العورة. الثاني أن يأمن أن لا يرتد الرشاش عليه. وإلا لا يجوز أن يبول قائما. لابد قبل الدخول أن ينقطع عن ذكر الله. ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله، المصحف، كتب العلم. كذلك ينقطع عن كلام الناس إلا لحاجة. بعض الناس يضع السماعة هنا ويبدأ يتكلم ويقضي الحاجة. لا يطيل البقاء في الحمامات لأن أماكن شياطين. قلنا لكم بعض الناس لا يتلذذ بشرب الدخان إلا في الحمام وقراءة الجرائد. نعم. عندنا بسوا يهونان تنتال الدابة لا يتلذذ. نعم لا يستمتع. أحسن مكان يشرب فيه هذا الذي يشرب الدخان، أنا سألت واحد منهم ما هو أحسن مكان تشرب فيه الدخان، قال في الحمام. نعم والله ادخل حمامات تجد دخان دائما. نعم. عندنا بسوا سيجارة يمسلو شنتي بيت جوتو السيارة ميتو. نعم. يتأخذون يوم من دونه يالو شنتي بيت جوتو ميسارو سيجارة يتأخذ على طويل عنده. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وده قبلة مزورم وده جروا كلبان وده جروا مالك. في بنيان في غير بنيان أفضل. جنبات عملي مهنا متقللو بجنباتهم بين وراء وده قبلة جربعون في تمارك تقبي عدد. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس. سواء شن كان يستقر بوتا علي شنت مشنات شنت بسو شنت سواء شن داي بوتا. ولو كانوا كفار هادين كوابيون ولو كانوا من أئمة الضلال. يتنميت سواء شن كوابيون شنت ليشنا باتو نسوهم شقل بوتا. لا يبول في أماكن أو لا يأتي الحاجة في أماكن يستظل فيها الناس أو يجلس فيها الناس أو في الطرقات. سواج كم يتدل وبتزاق سير سواج كم يكمل طبط بوتا لا يتجر. لا يبول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري. كم ما يدوها شنت مشن أتجر. لا يبول في مستحم في المكان الذي يستحم فيه ثم بعد هذا يغتسل فيه. لا تقوامي هو علي شنتون شنتوزو وندقنا قوتون دا يتكمل. قبل أن يدخل يقول بسم الله
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الدعاء قل فقط هذا الدعاء. مرات بستفيد نبأنت تبقى لوكا والشيطان كذي الشيطان. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول. قراقون يسقدم سجابا تقراقون. واليمنى عند الخروج. سوى قراقون هقراقون. عكس مسجد ومنزل. بمسجد ما تقارني النابليات تقارني. إذا خرج قال غفرانك. سوى طعام أرتهاني بعد. لا ينزع الثياب إلا عندما يدنو من الأرض. كمدرك ربك على لا تشرق. هذا إذا كان في الصحراء نعم. أميد عليك وأنا تشرق من دجلت أما يسكت صار مرة بس. يختار مكان لبوله يعني مكان ليس بصلب نعم. تنكر بوتا سيشنا ومرتو شنتون يمدس بوتا ممرت يلبتن سيشنا شنتون ميمت بوتا لي مشنات هذا. وإن لم يجد إلا أماكن صلبة يدنو من الأرض بوتا وتكل على تنكر بوتا كونا وده مريت تقابلوا يشنانجيس فنتارو تمدسون بيشنا. يحتاط لا يرجع عليه الرشاش يوها فنتاري زرودة ودتركم دائمتان.